طبعا تم الإعلان الرسمي عن انعقاد المهرجان الدولي الثالث للتمور المصرية بسيوة، وكذلك عدة مشاريع تنموية، أولها مشروع بوادي الجديد تأهيل مصنع للتمور بالواحات الغربية، تزويدهم بثلاجات مبردات للتمور. وطبعا الجزء الثالث من هذا التعاون التقني هو استخدام خبراء دوليين للمساعدة في تطوير استراتيجية القومية لزراعة النخيل وإنتاج التمور بجمهورية مصر العربية. حضر حفل الإعلان معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور طارق قبيل، معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبد المنعم البنا، سعادة محافظ الوادي الجديد، سعادة محافظ الواحات البحرية، وممثل عن محافظة مطروح. كل هذا الحمد لله بدأ منذ 3 سنوات تقريبا، وهذه المشاريع تم تموينها من دولة الإمارات العربية المتحدة بمكرمة سامية من سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس وزراء وزير شؤون الرئاسة حفظه الله. وتتشرف الجائزة، جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بتنفيذ هذه المكرمة والسعي بالتعاون مع منظمات دولية مثل الفاو، اليونيدو، الإيفاد، إيكاردا، ومؤسسات طبعا وزارة التجارة والصناعة، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومؤسسات بحوث أخرى بالدولة. شكرا.